الرحيم. أيها الحفل الكريم، مشاهدينا متابعينا الكرام، أسعد الله صباحكم وجميع أوقاتكم بكل خير. نحييكم أجمل وأطيب تحية في هذا الصباح الجميل، انطلاقات مميزة في هذا الصباح، خصوصا انطلاقات سن الإذاع وشعارات اجني أصحاب السمو الشيوخ والسعادة. ينطلق شوطنا السادس الخاص بالقعدان، مسافتنا هي 6 كيلو مترات، هي المسافة الحاضرة والمقررة من اللجنة المنظمة لسباقات الهجن العربية الأصيلة ضمن هذا المهرجان السنوي الكبير، مهرجان الأمير الوالد حفظه الله. نسير مع شوطنا السادس مشاهدينا متابعين الكرام عشاق الأصالة، نسير مع هذه الأسماء والشعارات الكبيرة الحاضرة والمنطلقة في مسار وتحديات هذا الشوط. مباشرة مع البداية، أول الأسماء هنا مع المركز الأول، من يقود التحديات الأولى؟ صمصام بشعار هجن الشحانية، يضمر المشاغب محمد بن خالد العطية مع المركز الأول وصدارة هذا الشوط، بينما نتابع وناخذ المركز الثاني الواصل في هذه اللحظات. هنا وصول وتقدم مشاهدينا الكرام متابعينا الأفاضل من شعار هجن أم الزبار، من أيضا هنا يتقدم بهذا الانطلاق المميز. نتابع غازي لهجن أم الزبار، يضمر حمد بن سالم بن زاهرة مع المركز الثاني وثالث المراكز. وصول وقدوم مشاهدينا الكرام متابعينا الأفاضل من الجانب الآخر، من يتدخل في هذه اللحظات؟ هنا وصول وقدوم من مداوي لهجن أم الزبار، يضمر مبارك بن صرير مع المركز الثالث. رابع المراكز الوصول والقدوم من فولاذ لهجن الشحانية بقيادة الذهبي سالم بن فاران المري مع المركز الرابع، القادم مع المركز الرابع في هذه اللحظات. نتابع وناخذ المركز الخامس، وصول وتقدم مشاهدينا متابعينا الكرام، نتابع اللي تسلل من الجانب الايمن في هذه اللحظات، هناك القادم مرمي لهجن ام الزبار، يضمر عبد الله بن علي بن سلامه الهاجري. هكذا هي الاسماء الخمسة الأولى المتقدمة بمساري وتحديات هذا الشوط مشاهدينا متابعينا الكرام، ونداء الأول للخمسة الأسماء الحاضرة والمنطلقة هنا في مقدمة هذا الشوط مشاهدينا متابعينا الكرام. جائزة هذا الشوط عبارة عن جائزة عينية قيمة تويوتا لاند كروزر بيك اب، رصدت للفائز بالمركز الأول. يا سلام، من سعيد الحظ من بين هذه الأسماء والشعارات الذي سيخطف سيارة هذا الشوط مشاهدينا متابعينا الكرام. لكن عودة مع البداية، نعود مع الصدارة مع المركز الأول، القيادة هناك مع صمصام بشعار هجن الشحانية، يضمر المشاغب محمد بن خالد العطية، من يقدم لنا صمصام مع المركز الأول مع صدارة هذا الشوط، بينما أتابع المركز الثاني القدوم من غازي لهجن أم الزبار، يضمر غازي المضمر المخضرم حمد بن سالم بن زاهرة، من يتابع أيضا ويراقب لنا هنا غازي مع ثاني التحديات المركز الثالث. أتابع هنا مداوي لهجن أم الزبار، يضمر أيضا الوحش مبارك بن صرير مع المركز الثاني اللي غير بهذه اللحظات في المركز الثالث وغير للمركز الثاني. نتابع وناخذ المركز الرابع، الوصول مع المركز الرابع اللي قادم مع رابع التحديات، هنا قادم فولاد لهجن الشحانية، يضمر الذهبي سالم بن فاران المري مع المركز الرابع والمركز الخامس. دخول من هجن المرقاب، من وصل هنا بهذه اللحظات؟ نتابع يصل الصغير لهجن المرقاب، يضمر بالعرج عبد الرحمن بن سالم بالعرج، هنا من يتابع انطلاقة الصغير بهذا المسار المميز والجميل. هكذا هي الأسماء المتقدمة الأولى مشاهدينا متابعين الكرام، ها هي الأسماء الخمسة الأولى ونداءنا الثاني للخمسة المراكز الأولى المتقدمة في هذا الانطلاق المميز والجميل مشاهدينا متابعينا الكرام. لكن عودة مع البداية، نعود مع المركز الأول مع صمصام، من يقود الأسماء بالشعار الأدعم شعار هجن الشحانية، هناك القيادة والريادة مع صمصام، من يقود التحديات الأولى من خلال أيضا يتواجد صمصام مع المركز الأول لهجن الشحانية، يضمر محمد بن خالد العطية، بينما نتابع ونراقب الوصول من هجن أو هنا هجن أم الزبار مع مداوي لهجن أم الزبار، يضمر مبارك بن صرير مع المركز الثاني والمركز الثالث.
المركز الثالث القادم هنا في هذه اللحظات فولاذ اللجنة الشحانية بقيادة الذهبي سالم بن فاران المري. من يتابع لنا فولاذ مع ثالث المراكز والمركز الرابع وصول وتقدم من قبل اللواص الغازي ليجرم الزبار يضمر حمد السالم الزاهرة، والمركز الخامس القدوم من هجن المرقاب القادم هنا أيضا الصغير لهجن المرقاب يضمر عبد الرحمن بالعرج مع المركز الخامس. هكذا هي الأسماء المتقدمة الأولى مشاهدينا متابعين الكرام، ولكن أسماء هناك خلف الخمسة المراكز الأولى أسماء وشعارات أيضا حاضرة في هذا الانطلاق والمسار المميز والجميل، ولكن القيادة لا تزال هناك مع صمصام القائد لهذا المسار منذ بداية هذا الشوط حاضر بتحدياته الرائعة والجميلة. هنا مع المركز الأول مع الصدارة بشعار يجري الشحانية بقيادة المشاغب محمد بن خالد العطية، من يقدم لنا صمصام بتحدياته الرائعة والجميلة. هنا من يقود الأسماء يقود التحديات الأولى من خلال هذا الحضور المميز من صمصام مع المركز الأول. المركز الثاني مداوي لهجر مزبار يضمر مبارك بن صغير القادم مع ذلك التحديات، بينما المركز الثالث اللي واصل في هذا المسار فولاذ لهجن الشحانية بقيادة الذهبي سالم بفاران المري، والمركز الرابع قادم هنا في هذه اللحظات الصغير بشعار هجر المرقاب يضمر عبد الرحمن بالعرج مع المركز الرابع والمركز الخامس. نتابع التقدم والوصول مشاهدينا متابعين الكرام اللي قادم في هذا المسار، هنا وصول من ممدوح لهجر ام الزبار فاران بن محمد بن قريع، ولكن رصد التدخل من الجانب الاخر اللي تدخل بشعار هجر الشحانية. هناك القادم لماح لهجر الشحانية يضمر البرنس جار الله بن عقيل من بدأ يسير في هذا لحظات وينضم إلى الكوكبة الخماسية مشاهدينا متابعين الكرام. الله يا البداية لا تزال مع صمصام، هنا من يقود الأسماء، هنا من يقود التحديات الأولى يضمر المشاغب محمد بن خالد العطية. هنا مع البداية مع المركز الأول وصدارة هذا الشوط، يا سلام بوابة الكيلو متر الأخير يا مضمرين يا متابعين تستقبل القعدان الإذاعة، تابع وشوف هذا المشهد الجميل، تابع وشوف هذا الأداء الرائع. هنا صمصام لا يزال هو القائد لهذا المسار في هذه اللحظات بشعار هجن الشحانية يضمر هنا مشاهدي الكرام المشاغب محمد بن خالد العطية، ولكن فولاذ مع المركز الثاني بشعار هجن الشحانية الذهبي سالم بفاران بدأ بالضغط على الصدارة لكن رصد الوصول ووصل شعار سعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد الثاني يصل هنا مع انطلاقة معاند يضمر محمد بن مبارك بن سعيد النابل قادم في هذا المسار المميز والجميل، ولكن الله 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 صمصام 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 ضارب الناموس والانتصار ضارب السيارة في هذا الانطلاق المميز، قام هذا الشوط راس وانهى في هذه اللحظات مشاهدينا متابعين الكرام حضور مميز حضور جميل للشعار الأزعم وأيضا المشاغب محمد بن خالد العطية من يقدم لنا صمصام. ما شاء الله على هذا العرض المميز، عرض ولا أروع، عرض جميل. سلام الشحانية، سلام سلام على هذا الأداء، سلام صمصام سلام، مشكور يا المشاغب مشكور مشكور يا أبو خالد على هذا الأداء المميز، واسعد الله صباحك على فوز صمصام. تهانينا والناموس يجن الشحانية على هذا الفوز والانتصار للمركز الثاني. وصل مع المركز الثاني معاند سعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد الثاني يضمن محمد بن مبارك النابت المركز الثالث. المركز الثالث كان الوصول من فولاذ دقن الشحانية مع الذهبي سالم بفاران المري. المركز الرابع وصل ممدوح لهجن ام الزبار يضمن فاران بن محمد بن قريع، والمركز الخامس كان الوصول من مبدي لهجن ام الزبار يضمن مبارك بن صرير المري. هكذا مشاهدينا الكرام تابعنا هذا الشوط مشاهدينا متابعين الكرام، ولكن حضور مميز من صمصام هنا يخطف السيارة والفوز والانتصار. 9 دقائق هو توقيته الزمني و26 ثانية 57 جزءا من الثانية. تهانينا والناموس لجن الشحانية والتهاني للمشاغب محمد بن خالد العطية من قدم لنا صمصام في هذا الشوط، بينما المركز الثاني كان الوصول والحضور من معاند توقيته الزمن 9 دقائق
28 ثانية 85 جزءا من الثاني. تهانينا والناموس لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد آل ثاني، والتهاني المضمر محمد بن مبارك آل نافة المري. بينما المركز الثالث كان الوصول من فولاذ، توقيته الزمني 9:30 39 جزءا من الثاني. تهانينا والناموس يجن الشحانية، والتهاني للذهبي سالم بن فاران المري.